السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الـ Obstetric and Women's Health Cases في كتاب Family Medicine Examination and Board Review Case 12 A 31-year-old non-gravid single female present for a health maintenance examination. She has no gynecologic concerns and her last menstrual period was 3 weeks ago. She uses oral contraception and has regular cycles. Her examination is unremarkable. The pap smear return with high grade squamous intraepithelial lesion or high grade squamous intraepithelial neoplasia. You notify her for pap smear findings and explain this indicate. She has cervical cancer. She needs further diagnostic testing including colposcopy and possible biopsy. She needs treatment with cytology or laser ablation. She should have the pap smear repeated in 3 to 4 months. She should be enrolled in a hospice program. طبعا الإجابة الصحيحة هي she needs further diagnostic testing include colposcopy and possible biopsy. العيانة دي has high grade squamous intraepithelial lesion أو high grade squamous intraepithelial neoplasia. لازم نعمل منظار colposcopy علشان لو في عينة من الـ لو في لو شفنا أي تغير بالمنظار او اي abnormal area بالمنظار في السيرفكس بناخد منها بايوبسي اي possible بايوبسي وبنسميه directed بايوبسي تمام colposcopy and directed بايوبسي تمام لو الـ الـ فلازم نعمل منظار ولازم ناخد عينة من الاندو ولازم ناخد عينة من الاندو سيرفكس لازم نعمل باب سمير لازم ناخد مسحة من الاندو سيرفكس لما ندخل بالمنظار لازم ناخد مسحة من الاندو سيرفكس عشان نعمل باب سمير ونشوف اني ابنورماليتيز في الاندو سيرفكس تمام فالهاي جريد سكويموس انترا ابيثيليال ليجن في الباب سمير انديكيت بايوبسي اند دايركتد انديكيت كولوبوسكوبي اند دايركتد بايوبسي لو لقينا ابنورمال اريا بالكولوبوسكوبي بقيه الحاجات مش صحيحه ما عندهاش هي لسه سيرفايكال كانسر لازم ناخد بايوبسي من الابنورمال اريا عشان نشوف شي نيدز فيرذر شي نيدز تريتمنت وذ كرايوثيرابي اند ليزر ابليجن مفيش تريتمنت انديكيتد خاصه بزيس نون اكزيشنال بروسيجرز الا لما نشوف الاول بالمنظار نشوف الاول بالمنظار ونتاكد ان في ابنورمال اريا نيدز تريتمنت وبعد كده بنعمل لها تريتمنت تمام she should have a pap smear repeated in 3 to 4 months ما ينفعش نأجل ان ريبيت الباب سمير وهي عندها هاي جريد سكويموس انترا ابيثيليال نيوبليديا فالاجابه الصحيحه هي لازم تعمل منظار كولوبوسكوبي اند دايركتد بايوبسي تمام you perform a colposcopy and the cervix appears grossly normal تمام السيرفكس من بره appear grossly normal an endocervical pap smear is obtained وخدنا pap smear مسحة من الendocervical canal تمام there are acid white changes with area of mosaicism at the squamocolumnar junction from the 4 o'clock to 11 o'clock position لقوا abnormal area من عند الساعة 4 للساعة 11 في السيرفكس ده كولوبوسكوبي از ادكويت يعني ايه كولوبوسكوبي از ادكويت يعني احنا قدرنا ناخد عينه من الاندو سيرفكس وقدرنا ناخد ووصلنا للسكويمو كولامنر جانكشن تمام وصلنا وشفنا السكويمو كولامنر جانكشن وخدنا عينه من الاندو سيرفكس معناها ان الكولوبوسكوبي از ادكويت تمام طيب يعني ايه الكلام ده يعني ان احنا خدنا عينه من باب سمير من الاندو سيرفكس لسه ما عرفناش ايه نتيجته بس لما شفت الاكتو سيرفكس اللي هو السيرفكس من بره لما حطينا عليه الاسيتك اسيد اتحول لايه لوايت اسيتو وايت تشينجز لما حطينا عليه اسيتك اسيد اتحول لاسيتو وايت تشينجز
with area of mosaicism. يعني ايه mosaicism؟ increase vascularity. يعني لقينا area of increase vascularity mosaicism او mosaic changes area of increase vascularity اللي هي في الاريا اللي هي من 4 ل 11 زي ما اقول لك في السيرفكس دي indicate abnormal changes including dysplasia. فلازم لما نشوف حتة abnormal كده اتحولت لوايت، ولما الوايت اريا بيقول لك ايه، بيقول لك ال when acetic acid is applied to the cervix abnormal cells tend to turn white acid white. ده اللي بنسميه white abnormal cells. لو في abnormal cells في ال cervix تتحول لوايت لما بن apply الاسيتيك اسيد. As the acid white fades لما الاسيت white ده بيروح the degree of vascularity can be appreciated. Mosaicism or mosaic changes refer to areas with increased vascularity and in the and are indicative of abnormal changes often dysplasia. تمام، يبقى احنا اما بنحط الاسيتيك اسيد بتحول لوايت بنسميها اسيتو وايت اللي هي الابنورمال اريا في السيرفكس. لما بيروح الوايت تشينجز ده او الاسيتو وايت تشينجز ده الفاسكولاريتي بتأبير. لو appeared area of mosaicism او increased vascularity ده بنسميها dysplasia، بنسميها ايه dysplastic changes. ولما بنشوف الحتة abnormal كده يبقى لازم ناخد منها biopsy علشان لازم ناخد منها بايوبسي عشان نشوف الحتة دي اللي هي ايه تتشخص ايه بالبايوبسي. تمام، او يا اما في حاجة تاني، في حاجة اسمها سي اند تريت. يعني ايه سي اند تريت؟ يعني انت شفت الابنورمال اريا اللي هو الاسيت وايت والموزايسيزم، انت شفت الابنورمال اريا تريت بقى الابنورمال اريا دي، انت شفتها وحددتها عن من الساعة 4 للساعة 11 في السيرفكس from the 4 o'clock to 11 o'clock اعمل لها loop electrosurgical excision procedures او اعمل لها ablation. يا اما كي يا اما لوب الكترو سيرجيكال اكزيشن بروسيجرز، بنشيلها برضو باللوب الكترو سيرجيكال اكزيشن بروسيجرز اللي هي بنسميها سي اند تريت. تمام، طب لو شفت بقى الابنورمال تشينجز دي في عيانه من 21 ل 24 سنه بتعمل لها فولو اب، العيانه دي بتعمل لها فولو اب احسن بالباب سمير او بالكولوبوسكوبي، لان اغلب الليجنز في ال 21 ل 24 سنه according to American Society of Colposcopy and Cervical Pathology بيحصل لها ريجريشن من ايج 21 ل 24، لكن اكبر من 24 سنه بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها يا اما سي اند تريت او لازم ناخد بايوبسي من الاريا الابنورمال ونحللها. تمام، when you discuss the cervical findings you explain انت بقى discuss the cervical findings she needs the biopsy of abnormal area given the previous pap smear you recommend a see and treat loop electrosurgical excision procedures the findings are consistent with dysplasia no further therapy is warranted she needs a repeat pap smear in 3 to 4 months either A or B would be acceptable choices. الإجابة هي E يا إما A يا إما B، يا إما ناخد بايوبسي from abnormal area يا إما أنت شفت الأبنورمال area وأنت بتعمل منظار فاعمل لها treatment اللي هو بنسميه C and treat loop electrosurgical excision by loop electrosurgical excision procedure. تمام، وقلنا إن الأمريكان سوسايتي أوف كولوبوسكوبي أند سيرفيكال باثولوجي guidelines doesn't recommend see and treat approach in young women between 21 ل 24. ليه؟ لأن in this age the lesions often regress spontaneously. However, consider the see and treat approach in any patient who is unlikely to follow up. يعني احنا بنراقب العيانين دول اللي هم 21 ل 24 سنة، لكن أي عيان أنت بتشك إن هو ممكن ما يعملش follow up بتعمل له تريتمنت على طول اللي هو سي اند تريت. بعد كده ذا اندو سيرفايكال باب سمير از نيجاتيف فور ديسبليزيا، انت خدت، خلي في بالك انت لما دخلت بالمنظار خدت باب سمير من الاندو سيرفكس لقيته نورمال از نيجاتيف فور ديسبليزيا، مفيش ديسبليزيا في الاندو سيرفكس.
You also performed a biopsy of the acetoid change area. لما لقيت area abnormal خدت منها biopsy which revealed high grade cervical intraepithelial neoplasia. لقيتها ايه؟ high grade cervical intraepithelial neoplasia اللي هو cervical intraepithelial neoplasia CIN3. Which of the following do you recommend؟ تمام، العينة كده عندها cervical intraepithelial neoplasia في زي cancer cervix 3. Which of the following do you recommend؟ يا ترى هيستريكتومي، يا ترى تراكيليكتومي. والتراكيليكتومي هي removal of the whole cervix. Cytological follow up leave or laser ablation 5-fluorouracil intravaginal اللي هي الكيموثيرابي intravaginal. الإجابة الصحيحة هي ليب أو اللي هو لوب إلكتروسيرجيكال إكزيشن بروسيجرز أور ليزر أبليجن. ليه بقى ما نقدرش نعمل هيستريكتومي رغم إن العينة دي عندها هاي جريد سيرفايكال إنترا إبيثيليا نيوبليزيا؟ لأن لو إن العيانين أولا هي العينة بتاعتنا عندها 31 سنة ونالي بيرس يعني ما خلفتش قبل كده، ممكن يبقى عندها فرصة انها تجيب عيال بعد كده. ده اجريسيف بروسيجر، بيعتبروا الهستريكتومي في الحالة دي اجريسيف بروسيجرز. تاني حاجة ان الومن هو هاف هاي جريد سيرفايكال انترا ابيثيليا نيوبليزيا بيفور هستريكتومي كان ديفلوب ريكارنت فاجينال ديسبليزيا اللي هي بيسميها فاجينال اي ان فاجينال ديسبليزيا او فاجينال انترا ابيثيليا نيوبليزيا اور كانسر ات ذا فاجينال كاف. يعني العيانة اللي عندها هاي جريد cervical intraepithelial neoplasia before hysterectomy can develop recurrent vaginal dysplasia or cancer at the vaginal cuff. يعني يتنقل، انت شلت انت شلت السيرفكس باليوترس كله، بيتنقل بقى cervical intraepithelial neoplasia لايه؟ للفاجينا بعد الهستريكتومي. تمام، او الديسبليزيا في الفاجينا. likewise وبرضه التراكيليكتومي removal of the entire cervix would be aggressive and no added benefit over lip procedures. يعني لقوا ان لما نشيل السيرفكس هي هي لما بنعمل لوب الكتروسيرجيكال اكزيشن بروسيجرز. تمام، فالهستريكتومي غلط والتراكيليكتومي غلط. بالنسبه للسيتولوجيكال فولو اب بنسميها اكسبكتنت مانجمنت، برضو از نوت ريكومندد فور هاي جريد ديسبليزيا ان ذيس بيشنت ذا لايك هود. لان ليه بقى مش بيريكومندد؟ لان الريجريشن از رير ان ذيس ايج جروب، يا اما بيرزست يا اما النيوبليزيا دي بتبرزست او بتبروجريس تو كانسر. تمام، يا اما السيرفايكال انتر ابيثيليال نيوبليزيا دي يا اما بتبرزست او بروجريس تو كانسر. تمام، فلو في اليانج وومن اللي هم من 21 ل 24 سنه زي ما قلنا عندهم اختيارين، يا اما تو بروسيد تو تريتمنت which is preferred في حاله السيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا 3، او يا اما او ادكوت كولوبوسكوبي. يعني ايه ادكوت كولوبوسكوبي؟ ان احنا ما شفناش الاندو سيرفكس. تمام، اور اوبزرفيشن وذ سايتولوجي اند كولوبوسكوبي ات 6 مانث انترفال فور 12 مانث. يعني العيانين اللي عندهم 21 ل 24 سنه ولقينا عندهم سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا 3، عندهم خيار من الاثنين، يا اما تو بروسيد تو تريتمنت باللوب الكتروسيرجيكال اكزيشن بروسيجر، او يا اما عندهم اوبزرفيشن والسيتولوجي اند كولوبوسكوبي، بنعمل باب سمير وبنعمل كولوبوسكوبي مرتين في السنه، كل 6 شهور لمده سنه مرتين في السنه. تمام، طيب ايه الاجابه الصحيحه بتاعتنا؟ لي يبقى السيتولوجيكال فولو اب ممكن تبي ريكومندد في العينين اللي هم 21 ل 24 سنه مرتين في السنه لو لقينا عندهم سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبلازيا 3، لكن في العينه بتاعتنا معديه ال 31 سنه ما ينفعش. تمام، لازم نعمل لها ايه بقى؟ ايه هي الاجابه الصحيحه؟ لازم تعمل لوب الكتروسيرجيكال اكزيشن بروسيجر او ليزر ابليجن. لازم نعمل ديستراكشن للابنورمال اريا اللي هي الاسيتو وايت اريا اللي احنا شفناها بالكولوبوسكوبي. تمام، دي هي دي الاجابه الصحيحه اللي هي دي. بالنسبه للفايف فلوريوراسير انترا فاجينالي بتستخدم في حاله الفاجينال ديسبليزيا مش في حاله السيرفايكال ديسبليزيا. وين ذا اكستنت اوف ذا ديزيز بريكلود كومبليت اكزيشن اور ديستراكشن. يعني لما يبقى في ديسبليزيا في الفاجينا واحنا مش قادرين نوصل
نعمل كل ريموفال اوف ذا ريموفال اوف ذا هول ابنورمال اريا، بنعمل 5 فلوريوراسير انترافاجينالي، ده كيمو ثيرابيوتكس بيتحقن انترافاجينالي عشان يعمل ديستراكشن للديسبلاستيك اريا اللي احنا مش عارفين نوصل لها في الفاجينا. فالاجابه الصحيحه اللي هي التريتمنت بتاع السيرفايكال انترا ابيثيليا نيوبليزيا 3 ان العين ده لازم تبروسيد تو ليب اور ليزر ابليجن. تمام. طيب your patient wants to know the likelihood of regression to normal without treatment. هو عنده cervical intraepithelial neoplasia 3، ايه ال likelihood of regression without treatment؟ بيقول لك لو انا ما عملتهاش، لو بتقول لك لو انا ما عملتلهاش treatment دلوقتي بنسبة قد ايه ممكن يحصل لها regression يعني تعود للنورمال. About 90% of cervical intraepithelial neoplasia 3 lesions will become invasive cancer without aggressive treatment. About one third of cervical intraepithelial neoplasia 3 lesions spontaneously regress. About two third of cervical intraepithelial neoplasia 3 lesions spontaneously regress. About 90% of cervical intraepithelial neoplasia 3 lesions will remain cervical intraepithelial neoplasia 3 on follow up after 10 years. الإجابة الصحيحة هي B. One third of cervical intraepithelial neoplasia 3 lesion spontaneously regress. بيقول لك ايه بقى، one third if untreated will regress، وبعدين 50% will persist يعني هتفضل زي ما هي cervical intraepithelial neoplasia 3، ال remaining بقى بعد ال one third وال 50% ال one third will regress، 50% will persist، ال remaining بقى will progress to invasive carcinoma. other studies have shown progression to invasive carcinoma much higher. يعني في studies تانية فيها ليها البرسنتج بتاع البروجريشن تو انفيزيف كارسينوما اوف سيرفايكال انتر ابيثيليا نيوبليزيا 3 ماتش هاير ذان ذس. يبقى قلنا ال 1 ثيرد ريجريس، ال 50% بيرزيست، الباقي ويل بروجريس تو انفيزيف كارسينوما. She is concerned about future child bearing if she undergoes a leap. طب هي لو عملت لوب الكتروسيرجيكال اكزيشن بروسيجر ايه الفيوتشر بتاع الحمل بتاعها بعد كده والولاده؟ all of the following are possible complication of leap except cervical incompetence, cervical stenosis, cervical ectopic, decreased fertility, premature rupture of members. طبعا اللوب electrosurgical excision procedure is associated with cervical incompetence, cervical stenosis, decreased fertility, premature rupture of membranes except ectopic pregnancy is not associated with leap and it is very rare condition. تمام. والكومبليكيشن دي سواء سيرفايكال كومبتنس او ستينوزس او رابتشر اوف ميمبرين او ديكريس فيرتيليتي مش اسوشيتد وذ ليب، اسوشيتد وذ اماونت اوف تيشو ريموفد وذ ليب. يعني لو الدكتور كان شال حته كبيره بالليب يبقى ده العيان ده عرضه ان هو يحصل له الكومبليكيشن دي، مش اسوشيتد وذ الليب بروسيجر اس سيلف بس اسوشيتد ويز ذا اماونت اوف تيشو ريموفد ويز ليب. تمام. ذا فوليوم اوف تيشو ريموفد ويز ذا بروسيجر راذر ذان ذا بروسيجر اس سيلف. تمام. شي اندرجوز ليب تريتمنت از ريكومندد اند ذا باثولوجي ريفيل سيرفايكال انترا ابيثيليا نيوبليزيا 3 ويز مارجنز ان انفولفد. عملنا لها ليب وحللنا العينة تاني لقيناها cervical intraepithelial neoplasia 3 والمارجنز بتاعتها uninvolved margin with cervical intraepithelial neoplasia 3 اللي هي الحتة اللي خدها الدكتور المارجنز بتاعتها uninvolved with this dysplasia. What do you counsel her about follow up؟ بعد بقى ما جالها cervical intraepithelial neoplasia 3 واتعمل لها ايه؟ واتعمل لها ليب، هتفولو اب ازاي بعد كده؟ she should return for a pap smear and pelvic examination in one year. she should return for a pap smear plus human papilloma virus co-testing in 12 to 24 months. she should return for a pap smear in 2 to 3 months. she should return for colposcopy and pap smear in 2 to 3 months. she should just shell up, no follow up is indicated. shell out, no follow up is indicated. الإجابة الصحيحة هي she should return for pap smear plus human papilloma virus
لما نعمل بابي سمير مع هيومن بابلوما فيروس بنسميها كو تيستينج. كو تيستينج يعني بنعمل اتنين مع بعض، بنعمل بابي سمير وبنعمل هيومن بابلوما فيروس تيستينج ان 12 اند 24 مانس، يعني بتيجي بعد سنة، وبعدين يعني بتيجي لمدة سنتين كل سنة. بعد ايه؟ بعد ما نعمل لها ليب عشان تعمل بابي سمير بلس هيومن بابلوما فيروس كو تيستينج. تمام. لو ال the current recommendation for follow up include باب سمير بلس هيومن بابلوما فيروس كو تيستينج at 12 to and 24 months if both are negative. لو الاثنين نيجاتيف عند السنة والسنة، هيومن بابلوما فيروس كو تيستينج should then be repeated 3 years later. بنعملها 3 سنين بعد كده، يعني مثلا هي عملت سنة سنة باب سمير وهيومن بابلوما فيروس، وبعديها بسنة كمان، يعني كل سنة لمدة سنتين باب سمير وهيومن بابلوما فيروس اللي بنسميها كو تيستينج. لو الاتنين نورمال يبقى هنعمل الكو تيستينج امتى؟ بعد 3 سنين، repeat 3 years later. If all remains negative she then may return to routine age based screening. وهنشوف ايه هو الروتين age based screening في نهاية الكيس. If any of the pap smear reveal atypical squamous cell or high grade dysplasia or positive high risk human papilloma virus the patient should undergo repeat colposcopy. يعني دلوقتي انا عملت لها ليب for cervical intraepithelial neoplasia lesion، لازم تعمل follow up، الفولو اب بتاعها لازم تعمل كو تيستينج الباب سمير والهيومن بابلوما فيروس بلس هيومن بابلوما فيروس كو تيستينج لمده كل سنه لمده سنتين. بعد كده لو الاثنين نورمال بنعمل لها كل 3 سنين. لو نورمال شي شود ريتيرن تو ايج بيزد سكرين. بعد لو اي من الفولو اب دول شو abnormal squamous cells atypical squamous cells or high grade dysplasia او الهيومن بابلوما فيروس بتاعها طلع بوزيتيف، يبقى لازم تدخل تعمل منظار تاني. يبقى بنعمل كل سنة لمدة سنتين كو تيستينج، وبعد كده بنعمل بعد 3 سنين لو كله نورمال بترجع للايدج بيزد سكرينينج. لو في any abnormal atypical squamous cell or high grade dysplasia او positive high risk human papilloma virus يبقى العين ده لازم تدخل ايه تعمل منظار تاني. تمام. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتنا هي البي. at follow up evaluation at 12 months جت بقى بعد سنه من الليب her cervix appears normal، السيرفيكس بتاعها normal without lesions or discharge by examination. The pap smear return as normal with negative high risk human papilloma virus co-testing. However, the test is limited by the absence of endocervical cells on the pap smear. دلوقتي عملنا لها باب سمير وعملنا لها هيومن بابلوما فيروس، الباب سمير نورمال والهيومن بابلوما فيروس نورمال، بس الباب سمير ما قدرش ياخد عينه من الاندو سيرفيكس، ما قدرناش نوصل للاندو سيرفيكس وناخد عينه منه. What is the best recommendation for management of this patient now? Repeat pap smear and co-testing in another 12 months ولا cervical dilatation and endocervical curettage ولا cervical dilatation and endocervical pap smear ولا repeat lib ولا repeat pap smear as soon as possible. يبقى احنا عملنا عينة من الاكتو سيرفكس ولقيناه نورمال، الباب سمير بتاعه لقينا الهيومن بابلوما فيروس نورمال، يبقى ايه اللي هتعمل ايه؟ يا ترى هتعمل ايه العينه دي؟ ريبيت باب سمير اند كو تيستينج ان انذر 12 مانس. هي الاجابه ايه؟ هي المفروض تعمل بعد سنه كمان، بس احنا ما قدرناش ناخد العينه بتاع الاندو سيرفكس. قال لك طالما الهيومن بابلوما فيروس نيجاتيف يبقى هت 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 هترجع ليه الجايد لاينز ان هي تعمل العينه بتاعتها بعد سنه كمان، عادي تمشي عادي طالما الهيومن بابلوما فيروس نيجاتيف. لكن لو الهيومن بابلوما فيروس بوزيتيف او ما قدرناش نحدد الهيومن بابلوما فيروس او انون، بترجع تاني تعمل الكو تيستينج as soon as possible. تمام. يبقى since the human papilloma virus test was negative there is no need for further testing at this time and screening should proceed as previously outlined above for cervical intraepithelial neoplasia lesion 3.
احنا قلنا بتعمل فولو اب ازاي؟ بعد سنة وبعد سنة كمان، كل سنة لمدة سنتين، فهتيجي عادي بعد سنة تعمل السكرين، تعمل الفولو اب بتاعها طالما الهيومن بابيلوما فيروس بتاعها نيجاتيف. لكن فيرزر ايفالويشن ناو وود بي نسيسري، دلوقتي لازم تعيد التست امتى؟ لو الهيومن بابيلوما فيروس وير بوزيتيف اور انون، لو انت مش عارف الهيومن بابيلوما فيروس بتاعها التست بتاعها او انون او بوزيتيف، لازم ايه؟ تعيد التست بتاعها، الكو تيستنج بتاعها as soon as possible. تمام. يبقى ريبيت باب سمير او كو تيستنج as soon as possible امتى؟ لو الهيومن بابيلوما فيروس انت مش عارفه او بوزيتيف. لكن طالما الهيومن بابيلوما فيروس بتاعها طلع نيجاتيف، حتى لو انت ما خدتش عينه من الاندو سيرفكس، يبقى كده خلاص العينه تمشي عادي as outlined for follow up، تيجي بعد سنه تاني تعمل الكو تيستنج. تمام. طيب all your partners are on vacation and you are covering all their patient test results. Suddenly you receive a stat page from the pathology lab, a pathological emergency. They wanted to notify you that they made a mistake when interpreting one of the pap smear result of on a 33-year-old patient, and in fact the correct report would have been a typical squamous cell of undetermined significance instead of atypical squamous cell high grade. The lab technician is new here and is not quite sure if they can add on a BAP test on to the BAP sample. دلوقتي هم غلطوا، المعمل غلط وبلغ عيانه ان الباب سمير بتاعها atypical squamous cell high grade، وطلع في الاخر انها atypical squamous cell of undetermined significance. طبعا الهاي جريد اعلى من الفولو اب بتاعه، او البروسيجرز اللي بتتعمل بتاعه اعلى من الان ديترمين سيجنيفيكانس. تمام. as you prepare yourself to call the patient، عشان تقول لها احنا اسفين، احنا مش انت مش اتيبيكال سكويما سيل هاي جريد، انت اتيبيكال سكويما سيل ان ديترمين سيجنيفيكانس. you prepare yourself to call the patient what do you tell her in the next step. هتعمل ايه بعد كده؟ repeat باب سمير in one year، ask lab personnel to investigate if the human papilloma virus test can be done on the sample, contact your malpractice attorney both A and B. الإجابة هي دي، both A and B. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك according to the current American Society of Colposcopy and Cervical Pathology guidelines, if you are able to do human papilloma virus co-testing and it turns negative, it returns negative, she could have repeat co-testing in 3 years. العيانة دي عندها atypical squamous cell of undetermined significance. لو انت قدرت تعمل على العينة بتاعها human papilloma virus co-testing على العينة بتاعها ولقيته negative، يبقى العينة دي هترجع بعد 3 سنين تعمل الباب سمير بتاعها تاني او تعمل الكو تيستنج تاني. if you choose to repeat cytology only in 1 year، لو انت بقى خلاص مشيت العينه ما عرفتش تعمل الهيومن بابيلوما فيروس على العينه اللي عندك، مشيتها وقلت لها ايه ترجع تاني بعد 1 year تعمل ايه؟ تعمل الايه؟ الريبيت سايتولوجي. if it returns normal she may return to age appropriate screening. تمام. if the cytology return with any other abnormality greater than or equal to atypical squamous cells then colposcopy is indicated. يعني العينه بتاعتك atypical squamous cells of undetermined significance، لو قدرت تعمل لها الهيومن بابيلوما فيروس اللي هو الكو تيستنج وطلع نيجاتيف على نفس العينه، يبقى العينه دي هترجع لك بعد 3 سنين. لو ما قدرتش تعمل الهيومن بابيلوما فيروس، يبقى العينه دي هترجع لك بعد سنه تعمل ايه؟ تعمل السيتولوجي. لو نورمال، لو ما طلعش بقى اتيبيكال سكويما سيلف اي جريد، يبقى العينه دي شود ريتيرن تو ايج ابروبريت سكرين. اف ذا سايتولوجي ريتيرن اني ابنورماليتي، لو رجع اي ابنورماليتي اوف اتيبيكال جريتر ذان اور ايكوال تو اتيبيكال سكويما سيلف كولوبوسكوبي انز انديكيتد. يعني لو جت بعد سنه وعملت العينه وطلعت برضو اتيبيكال سكويما سيلف اوف اندترمنت سيجنيفيكانس، لازم تعمل منظار. تمام. برضو الكولوبوسكوبي is indicated if the human papilloma virus returns positive.
لو انت قدرت تعمل لها من اول مره الهيومن بابلوما فيروس، يبقى والهيومن بابلوما فيروس لقيته بوزيتيف، يبقى لازم برضو تعمل كولوبوسكوب. تمام. لو بقى العينه اصلا كانت في الاول اتيبيكال سكويماس سيل اوف هاي جريد سكويماس انتر ابيثيليال نيوبليزيا من الاول، ما طلعش فيه غلط، العينه دي لازم تبروسيد تو كولوبوسكوبي على طول. تمام. In this case colposcopy would be indicated no matter human papilloma virus status in this patient is. تمام. لكن قلنا البريجننت والومن ال 21 ل 24 سنه بنعمل لهم فولو اب، لان الليجنس دي ممكن يحصل لها ريجريشن في this age group او البريجننسي. تمام. يبقى نعيد كده تاني، العينه بتاعتك طلعت اتيبيكال سكويماس سيل اوف undetermined سيجنيفيكانس، ما قدرتش تعمل الهيومن بابلوما لو قدرت تعمل الهيومن بابلوما فيروس على نفس العينه بتاعتها وطلع نيجاتيف، يبقى العينه دي هتيجي بعد 3 سنين تعمل الكوتستنج. لو ما قدرتش تعمل الهيومن بابلوما فيروس هتجيب العينه دي بعد سنه. لو جت بعد سنه وطلعت تاني اتيبيكال سكويماس سيل وفي اي جريد، لازم تعمل كولوبوسكوبي. تمام. والكولوبوسكوبي از انديكيتد لو الهيومن بابلوما فيروس از بوزيتيف. تمام. طيب لو خلاص كده، يبقى الكولوبوسكوبي از انديكيتد، الكولوبوسكوبي وود بي انديكيتد اف هيومن بابلوما فيروس ريتيرن بوزيتيف. طب لو العينه دي من الاول اتيبيكال سكويماس سيل هاي جريد، يبقى لازم تبروسيد تو كولوبوسكوبي على طول، ما تقولهاش بقى تعالي بعد سنه ونعيد العينه تاني. وحتى لو الهيومن بابلوما فيروس بتاعها نيجاتيف، حتى لو انت قدرت تعمل لها هيومن بابلوما فيروس وطلع نيجاتيف، يبقى لازم تبروسيد تو كولوبوسكوبي على طول، لان دي هاي جريد. لكن الانديترمن سيجنيفيكانس لو قدرت تعمل لها الهيومن بابلوما فيروس بتاعها وطلع نيجاتيف، يبقى تيجي بعد 3 سنين. لو ما قدرتش تجيبها بعد سنه، لو طلعت تاني abnormal، يبقى تعمل لها كولوبوسكوبي. تمام. والكولوبوسكوبي از انديكيتد حتى في الاتيبيكال سكويماس سيل اوف اندترمنت سيجنيفيكانس، بس لو اللي هو من بابلوما فيروس بتاعها بوزيتيف. تمام. طيب الجايد لاينز اكوردنج تو امريكان سوسايتي اوف كولوبوسكوبي اند سيرفيكال باثولوجي فور باب سمير جايد لاينز، امتى نعمل باب سمير؟ There is no need to start doing pap smear until the age of 21 regardless of sexual activity. The great majority of patients with an abnormal pap before the age 21 will have regression of any lesion. HIV is an exception. يعني بيقول لك ان انت ما تقدرش، من المستحب انك ما تبداش تعمل pap smear قبل 21 سنة، لان العيانين اللي هم دول اللي هم قبل 21 سنة regardless of sexual activity، سواء كانت اتجوزت او ما اتجوزتش. ليه بقى؟ لان العيانين دول اي ليجن فيهم بيحصل لهم ريجريشن، اي ليجن abnormal باب سمير بفور ايج ويل هاف ريجريشن اوف اني ليجن، جريت ماجوريتي هاف ريجريشن اوف اني ليجن عندهم. طيب بتوين 21 ل 29 سنه سكرين افري 3 يير وذ سايتولوجي الون نوت هيومن بابلوما فيروس، يعني العينين اللي قبل ال 30 سنه من 21 ل 29 هنعمل لهم باب سمير بس سيتولوجي الون من غير هيومن بابلوما فيروس. من 30 ل 65 هنسكرين كل 3 سنين زي اللي فوق بس وسكو تيستنج سيتولوجي اند ريفلكس هيومن بابلوما فيروس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني لو طلع السيتولوجي في اني ابنورمال اريا اتيبيكال سكويماس سيل اوف اني جريد، لازم نعمل ايه؟ ريفلكس هيومن بابلوما فيروس، لازم نعمل هيومن بابلوما فيروس مع العين، او يا اما كل 5 سنين وذ هيومن بابلوما فيروس تيست الون، او يا اما كل 5 سنين والسيتولوجي بلس هيومن بابلوما فيروس اللي هو الكو تيستنج. يبقى العيانين اللي من 30 ل 65 سنه يا اما يجوا كل 3 سنين يعملوا السيتولوجي اند ريفلكس هيومن بابلوما فيروس اكوردنج تو ذا ابنورمال سيتولوجي، او يا اما كل 5 سنين وذ هيومن بابلوما فيروس الون، او كل 5 سنين وذ كو تيستنج. العينين اللي فوق ال 65 سنة no screening is necessary if past 3 consecutive baps were normal and no risk factors. العين اللي فوق ال 65 سنة لو آخر 3 باب سمير بتاعهم نورمال، يبقى خلاص ما بيعملوش screening تاني، وكمان يبقى ما عندهمش risk factors.
لو العيانه جت لو العيانه هيستريكتومي، الهيستريكتومي نو نيد فور سكريننج unless was done for cancer or be cancerous lesion. العيانين اللي هم عملوا هيستريكتومي تو فور كانسر او بري كانسرز ليجن هم دول العيانين اللي بنعمل لهم سكرينينج، بناخد عينه من الفاجينا، ممكن يبقى عندهم فاجينال ديسبليزيا او بنعمل لهم هيومن بابيلوما فيروس، لكن غير كده ما بنعملش ما بنعملش ما بنعملش ايه ما بنعملش سكرينينج للعيان بوست هيستريكتومي. فور هيستوري اوف سيرفايكال انتر ابيثيليال نيوبليزيا 2 ل 3 اور هاير، قلنا سيرفايكال انتر ابيثيليال نيوبليزيا بيعملوا ايه؟ بيعملوا سكريننج بعديها كل كل سنه لمده سنتين، ولو الاثنين نورمال بيعملها كل 3 سنين، وبعدين بيريتيرن تو نورمال ايج ابروبريت سكريننج. تمام. لو الاتش اي في بوزيتيف، العين الاتش اي في باب سمير توايس ان ذا فيرست يير افتر دايجنوز ريجاردلس اوف ايج اور مود اوف اتش اي في ترانسميشن، حتى لو العينين دول صغيرين اقل من 21 سنه، بنعمل باب سمير مرتين في السنه في اول سنه بعد الايه الانفكشن بالاتش اي في، وبعد كده ييرلي فور 3 ايير، وبعد كده كل سنه لمده 3 سنين، لو كل ده نيجاتيف تشينج افري 3 يير تيستينج بيريتيرن ل 3 يير تيستينج. تمام. عرفنا كده السكريننج بتاع ال ال الباب سمير فور سيرفايكال كانسر سكريننج. هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.